تبين انه اعطينا كاش بالمره خلاص كرة سلة باسكت بول باسكت بول كمان انت والله هذه فيها مراوغات خليل خيال لا الخيل ما بيحمل ما يقدر يحمل هورس رايدنج كوبة خيل برضه شو فيه سباحة والله اثليتيك معناتها كلهم طوال على فكرة كلهم طوال لانه الرياضات اللي عم يحكوا عليها رياضات سبيسيفيك انا عشان اتعرف عليكم لازم اسالكم السؤال اللي كان لازم يسألكم اصدقائي اول كم عمركم؟ ايش دخل؟ دخل العمر انا بدي اعرف العمر 26 18 30 38 20 اطول واحد شباب طبعا من سؤال رضا ونشيط ما استفدنا شيء ليش ما استفدت؟ لحظة انت كم عمرك؟ انا عمري 26 انت كم عمرك؟ 33 مين اطول؟ انا طيب ايش طب انسوا السؤال شباب بنهاية مرحلة هلا فينا نغير الارقام انا اقول هو اطول واحد 100% انا حرجع نعم انا معك انه خليل نحطه رقم واحد نعم رجعت الكلام وانت اصلا معنا صح ايوه خليل رقم نعم. واحد وينكم تحطوا اربعه مين ثاني اقصر واحد اربعه انا برايي هدير اتوقع لانه ما اتوقع محمد واحمد حيكونوا بمرتبه الرابعه لا لا هدير طويله طويله شايفها لا لا شايفها بس طويله انا بدي اقول اربعه هدير مين معي بالتصويت جو يلا بدي كمان واحد مع هدير رقم اربعه جو يلا عنا اجماع يلا مين اطول محمد ولا احمد انا بقول محمد انا بقول محمد لا لا انا بقول احمد انا بقول احمد في تعادل انا اقول خلهم نسمهم معناته حط ثلاثة خلهم نسمهم معناته محمد اطول بتعرف احلى شيء بالفيديو كولكشن الشخصيات اللي معنا احمد نشيط بحريني اسلام المصري اسامه السوري محمد الفلسطيني ورضا المغربي مغربي اخويا عندنا جايبين لكم معلومات من كل بقاع الارض العربي اوكي المرحله الثالثه كل واحد فيكم راح يحكي لنا قصه الطول اثر عليه يا سلبا يا ايجابا نبلش من عند براين اطول واحد خليل انا المفضل باي شيء لحتى تجيب الشغلات العالية كذاب لا ما أتوقع كذاب عيونه عم تحكي صدق بهاي المرحلة متسابقين ما سمح لهم يضللونا فغير حكيهم لازم نكون مركزين على تصرفاتهم ولغة جسدهم لحتى نحلل صح ونستفيد من هذه المرحلة لصالحنا أنا واجهت مشاكل كثير بسبب القصر اللي أنا فيه بالباسكتبول هذا عم يكذب شنو المشاكل اللي عانيت منها؟ ما بلعب دائما بالأساسي كون عندي صعوبة لما أنزل من السيارات الكبيرة يعني لما تنزل قصده هو قصير فلما ينزل من السيارة بيواجه صعوبة وعلى فكرة برضو ده كذاب أخوه اللي مش كذاب لا أخوه كذاب لا اثنين كذابين الاثنين كذابين الوحيد هلا الصادق برأي خليل ده أكتر كذاب فيه لا لا لما تيجي تلبس بنطلون تلاقي إن في حتة كبيرة ما بيزبطش المقاس الوسط مزبوط بس الطول مش مزبوط قلت لكم طويلة بس مش أطول واحدة ثاني أطول واحدة كم فكرة الفيديو حلوة وغريبة وعجيبة وقديش فعلا إحنا كلاعبين بيتنا الآن نتوق لأنه شاهد النتيجة النهائية لما ينكشف الغطاء ونشوف طول كل واحد منهم واو أسامة لا والله مرة رحت IMG World ما خلونيش أركبها because I was too tall الرولر كوستر مسموح بدخول إلى 195 سنتيمتر تقريبا يعني أنت مترين على وزن 51 بناء على القصة حدا بده يغير يس هي رقم 2 ليش شو قالت قالت لك هي طويلة وعلى مقاسها يعني ما هنا هي حكت وجزمن حكت كلنا اقتنعنا انه جزمن كلامها مش صحيح هيك بتناقضوا ما قلته تحليل الجبار اللي هو من اقوى التحليلات التي انرمت في حلقه اليوم البنت القصيره ما بتقص شعرها صح عصير. كلامك رقم 2 هدير مين معي انا برايي هدير ان كانت هي الاطول في البنات فهي اطول من احد الشباب اوكي بدنا اجمع هل في معنا حدا بيوافق محمد مستحيل تكون اطول من احمد والله العظيم اللعبه صعبه كثير حابب اشوف اذا حدا فيكم بالكومنتات رح يعرف الترتيب الصحيح هي نهايه المرحله الثالثه ننتقل هلا للمرحله الرابعه وما قبل الاخيره نتفق على سؤال واحد قالوا للكل وهذا السؤال حيكون اخر شيء فينا نستخدمه لحتى نعرف كل واحد شو طوله في اول الفيديو كل واحد سال سؤال من عقله بدون مناقشه باقي الفريق الفرق هلا انه بهذه المرحله كلنا كفريق رح نفكر بسؤال واحد مبني على كل المعلومات والتحليلات اللي مرت علينا بهذا الفيديو بعد تفكير ونقاش ما بيننا طرحت سؤال على الشباب اوكي انا برايي السؤال لازم يكون واحد فينا يوقف ونسال كل شخص هل انت اطول او اقصر من هذا الشخص انا معاه في السؤال نشيط 178 سنتيمتر نختار نشيط يلا نشيط اوكي نشيط موقف هذا اخر سؤال جماعه سؤالنا يا شباب وصبايا هل انتوا اطول او اقصر من صديقنا احمد نشيط اللي طوله 178 سنتي بلاش عند محمد اقصر شو رايك فينا وش رايك فينا واخينا جاسمين هل انت اطول او اقصر من احمد نشيط اقصر قلتلك خليل هل انت اطول او اقصر من احمد نشيط اللي طوله 178 سنتيمتر قول يا قصير قول انا عارفه اطول شوي هذه حقيقه صح هذه حقيقه اي حقيقه هدير هل انت اطول او اقصر من احمد نشيط لا معلم شوف بقى ده اطول يا ربي اني صح اها اوكي قلت لكم مدون ضعنا بين اربعه بس جبنا الاول سؤال قوي سؤال قوي لحظه صح كفو امدحوني على السؤال كفو يا وسيم
مش انا قلت لكم ده اول واحد حد السبب. كلامك سليم يا اسلام، بس ما حصل من خلال هذه اللعبه ان اكتشفنا مما لا شك فيه انه احمد وخليل هم اطول اثنين. هذا اخر ترتيب لانه المرحله الخامسه رح نكتشف نعم مين هو الصحيح. انا برايي احمد رقم واحد. واحد رقم واحد نعم. ده اللي انا قلت لكم صح. صح. اوكي احمد واحد هيك بلشنا انا وانت بعدين غيرنا صح صح. احمد واحد وخليل اثنين. خد اثنين نعم حط لنا عند خليل. صحيح صح كله متفق معي هي. لا متفقين ايه. رقم ثلاثة بيكون لا رقم ثلاثة صح. أربعة طيب. عند محمد. محمد جزمة خمسة. هل تعلم أن طول المودلز يبدأ من 168 سنتيمتر؟ أنا أعلم بس على محمد ما تقدرش تتكلم معه أنا بتلاقلي خلاص لازم تصير عربي إيه لازم تبقى زي أنا مستعد أخاطر وأعطي خليل رقم واحد لأنه مستحيل يكون واحد وأربعة على الأدب بعد عن بعض صح. أنا أخوة أخوة صح. بدأت أقتنع أن البنتين هم الأقصر هنا. خليل واحد اثنين أحمد. اوكي هل حدا حابب يوافق الراي؟ بدنا كمان صوت 3 2 1 اوكي ما عنده صوت. محمد هل حابب تغير شيء؟ لا خلاص انا لا والله الفيديو في كميه تفكير وكميه توتر مو طبيعي. هل مستعدين تغيروا معي هدير مع محمد؟ انا وياك مع بعض نعم. انا مع اوكي غيروا غلط غلط معنا اجماع معنا اجماع. انا كمان بدلوا لي هدير ومحمد. بعيد الفيديو في قناتي وبخليهم الترتيب الصح. نروح المرحله الخامسه نشوف جد الترتيب الصحيح. بعد تفكير وتحليل استمر لأكثر من ساعتين صار الوقت هلأ نشوف الترتيب الصحيح. قبل ما نشوف النتيجة تأكدوا تكونوا عاملين سبسكرايب ولايك للفيديو. بترككم هلأ مع النتيجة 3 2 1 جو لفوا. والله إنك بطل يا خليل. تغييرتنا الأخيرة ممتازة اللي أنا أول ما شك فيها وراح معي أسامة فيها إنه فعلا اللي بناتهم أقصر تنتين. خليل طلع جسمه موديل جبار طلع يا شاء الله. بصير أطلب منكم شيء بس وقفوا بالترتيب الصحيح. واحد هون سلم عليه نشيط ما سمعونا صح؟ ما سمعونا. أدي طولك خليل 95 ما شاء الله. يقول لي أطول مني بشوي. هاي شوي وين شوي وين شوي. معناته غلطنا واحد أتوقع عملنا أوكي. يعطيكم ألف عافية شباب وصبايا. شكرا لليوتيوبرز المبدعين. أشوفكم في الفيديو الجاي. سبسكرايب سلام. سلام عليكم.